ما الفرق بين الصيام والصوم؟ ليس في القرآن الكريم كلمات مترادفة أبدا، فعندما يذكر كلمة صيام بالياء فهو لا يقصد صوم بالواو، فالصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وباقي المفطرات من الفجر حتى المغرب، أي فريضة الصيام المعروفة خلال شهر رمضان. أما الصوم فيخص اللسان وليس المعدة، وخاصة قول الحق سواء في رمضان أو غيره، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صدق الله العظيم، ولم يقل كتب عليكم الصوم، أي أن الصوم يكون على مدار العام، أما الصيام فيقصد به شهر رمضان. والدليل على أن الصوم ليس له علاقة بالطعام والشراب ما ورد في الآية: فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي أن مريم بنت عمران عليه السلام نذرت صوما وهي تأكل وتشرب، إلا أن الصيام منفردا دون أن يرافقه الصوم لا يؤذي الغرض المطلوب، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا بد من الجمع بين الصوم والصيام في شهر رمضان. والأهم هو فهم الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونلاحظ أن ذكر الصوم ولم يقل الصيام لأنه بالصوم تصبح حياة الإنسان أكمل وأفضل.